في السر والعلن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والله عز وجل لا يقبل منك عملا إلا إذا كان خالصا لله تعالى وكان صوابا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض: يعني أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. فالخالص ما كان لله ليس فيه رياء ولا سمعة، والصواب ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لا يريد منا كثرة أعمال بقدر ما أنه تعالى يريد منا أعمالا خالصة وأعمالا صائبة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال: من أخلص تخلص، ومن أخلص وصل، ومن أخلص هان عليه النصب والتعب الذي يلاقيه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأخلصوا النية وجاهدوا أنفسكم على الإخلاص. قال أحد السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وكان يعالج بعضهم نيته 20 سنة يجاهدها على الإخلاص. فأخلصوا النية ولو كان العمل قليلا ولو كان العمل يسيرا. فبالإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام يصير الأجر كبيرا. وبهذا السبب فاقنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأسباب. قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. لو زول مننا إحنا ديل أنفق قدر جبل أحد ذهب، وصحابي أنفق قدر مد مليت يدين الاثنين، أو نصف المد يعني مليت يد واحدة، وإنت أنفقت قدر جبل أحد ذهب ما بتحصل الصحابي ده في الأجر. ليه؟ لقوة إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. والإنسان المخلص بيكون مرتاح لأنه عارف نفسه بيسوي شنو. حضروا ناس كتار بطريقتهم، حضروا ناس بساط بطريقتهم، ما حضروا ولا بشر بطريقتهم، واحد تلقى الحالة بتاعته واحدة. فإياك أن تغرك الكثرة. والله الحلقة الليلة متينة. طيب الدليل على أنها متينة شنو؟ الحضور كبير، المظاهرة برضو حضورها كبير، مظاهرة بتاعت الأخوان المسلمين، فهي بهذا المقياس متينة برضو، مش كده؟ فزول ما يكون هدفه وهمه ومقياسه الكثرة أو أن يغلب إخوانه، تكلم أحسن من دا ولابد يتفوق على دا ولابد الناس يكبروا له أكثر من دا. لا، أنت تكلم لله، اعمل لله، كل شيء يجعله لله. شوف ربنا بيرفعك كيف، انت براك بيشوف بعدين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حفظ الوقت، حفظ الوقت. وقد أقسم الله عز وجل بالوقت في غير ما آية والعصر والضحى إلى غيرها من الآيات. السبب لأن الوقت عظيم، ومن أجل عظمة الوقت ستسأل عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد من عند ربي عز وجل يوم القيامة حتى يسأل عن 50. هذه رواية. عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعما عمل فيما علم. صححه الألباني وصحيح الجامع الصغير. فالوقت هو عمرك وهو حياتك، ما تضيع وقتك ساكت. أنا بستغرب ناس يكونوا خاشين في الواتساب من أخواننا، خلينا الناس تطشوا لحد الساعة 2 صباحا، ما ممكن يا جماعة.
وتلقى رفع له ها 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 ثلاثة ها ثلاثة ها. اتقوا الله اتقوا الله ولا تضيعوا الأوقات. قبل نحن راكبين العربية واحد من أخواننا فتح الراديو صدفة ساكت لقى محمد المنتصر شغال يضلل في أمة الرسول عليه الصلاة والسلام وينشر الكفر والشرك والإلحاد والدجل هذا الطاغوت المجرم. ونحن بنتشغل بالواتساب ونسات وكده. صح أنا ما بقول كل شر الواتساب ولا أقول الواتساب في حد ذاته حرام، لكن قد يكون لاستخدامه أحيانا محرم لاستخدامه السيء. فما تضيع وقتك، ما تضيع وقتك، أكسب زمنك وربنا حيسألك من الزمن ده. والواتساب ده بيجرك زي ما بيجرك الكوتشينة، صح؟ والله تلقى نفسك مشدوم على الموبايل بدون ما تجر تلقى البطارية طفت ذاته، بدون ما تحس تلقى نفسك شغال ثلاثة ساعات. أنشر فيه الخير في الواتساب ولا في غيره ولا في غيره من الوسائل ما في مشكلة، لكن أنا قصدي ما يضيع لك زمنك كله ونسات وجدال وأحيانا نبز. حتى الإخوان المرقوا ديل الآخرين ديل وأتوا بشواز وتابعوا ذلك المجرم أبا عمران أو غيره وبدعه، ما تستغلوا بهم يا جماعة. الناس ردت وبينت ووضحت الأمور، خلاص كفى 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 كفى، خليهم يطيروا يمشوا يتكلموا. وأنا قبيل قريت بيشتموا فينا بيتكلموا فيه، ما تستغلوا بهم، استغل دعوتك يا أخي، الأمة محتاجة. والشرك، الشرك هو الغالب الآن، الشرك هو الغالب الآن، وده أولى إنك تحارب مما تحارب أي حاجة ولا أي زول ولا تحل أي مشكلة أخرى. أكبر مشكلة مشكلة الشرك بالله. وربنا والله بيسألكم كلكم إذا ضيعتوا الأمانة، كلكم ربنا بيسألكم، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الرسل الله بيسألهم ونحن ذاتنا الله بيسألنا. فما تضيع زمنك، ده نبذك جزاه الله خير، حسنات ماشي، اشتغل طوال دعوتك. شوف محمد المنتصر شغال بوين، شوف الصوفية ديل، اشتري الكتب، احضر الدروس. ومن اعظم الاشياء التي تستغلون بها الاوقات الدعوة في حلقاتها وفي دروسها ومجالسها وكل امورها. والان الدروس يكاد يكون 98% من اخواننا ما بيجي الدروس العلمية ابدا، هجروا الدروس. وانا ما اعرف هيتعلموا كيف بيتوا طريقة اصلا، اذا كان انت ما بتحضر الدرس اصلا ولا بيشرحوا لك كتاب ولا بتشرح كتاب، كيف تتعلم؟ كيف تتعلم؟ فلا بد ان تجلس بالدروس وان تنطلق في دعوه الله عز وجل في حلقاتها ومحاضراتها ونصائحها وكل امرها، لكن لا بد تجلس الدروس، لا بد. والدروس بتربي فيك حاجات كثيره اضافه للعلم الذي ستجنيه، ايضا تربي فيك التواضع، تكون متواضع ما بتطلع. وغالب الشباب الذين خرجوا اصلا اخرجهم التكبر وحب الظهور، انا ما اقدر اسميه زهور، وحب الظهور والتعالم والمماراه بالمعلومات القليله التي تعلموها واكثرها باطل، ده اللي اخرجهم اصلا. عشان كده انت لما تقعد في الدروس بتعرف نفسك لسه انت ما عارف حاجه، وبتعرف نفسك انك ذليل وتتواضع. ومن تواضع لله رفعه، الله بيرفعك. ومن فوائد الدروس العظيمه التي لا يعلمها اكثر الخلق في الارض انها السبب الاعظم في التثبيت، في تثبيتك انت على المنهج الصحيح. مين يعرف الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم حافظينه، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الرحمة عارفنا، حفتهم الملائكة عارفنا، طيب ذكرهم الله في من عنده معلومة. ما معنى نزلت عليهم السكينة؟ معناته شنو؟ قال ابن دقيق العيد: الراجح من الأقوال أنها الثبات على الدين. الثبات على شنو يا جماعة؟ على الدين، الثبات على الدين. شكيت تلقى معظم الناس المرقوا وجابوا حاجات وبدعوا ولخبطوا شغلة، تلقاهم ما كانوا ثابتين أصلا
في دروس العلم ما بيثبت ما يثبت. لكن الزول الثابت في الغالب والثبات من عند الله في الغالب بتلقاه راكز، تجي الأعاصير والفتن والأمواج الهائلة من الشبهات والشهوات تلقاه ذاته ثابت على منهجه، وكل يوم يزداد معلومات ويزداد علم، ولا شيء على وجه الأرض أفضل من تعلم العلم. استدل القرطبي رحمه الله بقول الله جل وعلا: وقل رب زدني علما، قال: ليس في القرآن شيء أمر الله نبيه أن يستزيد منه إلا العلم. هذا المصحف فتشه إلا العلم. فدل ذلك على أن العلم أفضل شيء في الوجود، لأن ربنا قال: وقل رب زدني علما. التنبيه الأخير عليكم بالجماعة، يعني أن تجتمعوا يعني مع بعضكم البعض كأهل سنة وجماعة وأصحاب منهج سلف صحيح. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الزول ما يبعد من أخوانه. وعليك بكثرة مجالسة إخوانك من أهل الحق والمنهج الصحيح، وكل ما كنت قريب من أهل الصلاح ومن إخوانك من أهل السنة والجماعة كلما ابتعدت من الشيطان وأصدقاء السوء، وكلما ابتعدت من أصدقاء الصلاح والمنهج الصحيح كلما اقتربت من الشيطان وابتعدت من المنهج وضعف إيمانك وضاع دينك. انت لاحظ الحتة دي بس، كل ما تبتعد من أخوانك بتضيع. وفي ناس الواحد بيبتعد من أخوانه لأتفه الأسباب، يقول لك: والله يا أخي ماشي روح لدعوية العربية أنا شايفة ما ركبوني. يا أخي احنا ما ركبناك مش لأنه عندنا رأي فيك تأخونا، لكن لأنه العربية اتملت نقلبها نكفيها نركب ناس فوق وناس بتعد، ولا كيف؟ فهمت؟ ما معناته الناس ما بيحبوك، ما معناته الناس بيبغضوك. أفهم خلاص. وده كان بيحدث من زمن الصحابة، يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة لا يجد ما يحملهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجعوا عيونهم تدمع ما في حاجة. ما في زول قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم ده حاقد عليه، في زول قال كده؟ ما في زول قال كده يا جماعة. لكن الإمكانات قليلة وأخواننا كتار، ويعني نشكرهم على حبهم للخير، لكن الإمكانات قليلة. فزول يكون فاهم يكون واعي. ما سافرت السفرة الفلانية دعوة طوال أمشي الحلقة الفلانية، الحلقة الفلانية والله يا أخي لقيت أخواننا كافين طوال لي فمشي حلقة العربي مثلا يعني، لقيت المتحدثين كافين شيل عكازك أجيب برا، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان بساقة كان بساقة، ما إلا تتكلم إن شاء الله ما تتكلم ليوم الغيامة. في شنو يعني؟ هو زول اللي بخش الجنة ده اللي بيتكلم؟ ممكن زول يجيب موائل المتحدث يكون أخلص لله من أهل الأرض جميعا بنيته الخالصة. الأخوان لو تعلموا مثل هذه الأشياء ما بيكون في أحقاد. وغالب الذين كثير من الشباب الذين صاروا يشتمون إخوانهم الآن وخرجوا عليهم، كثير منهم أخرجتهم الأحقاد والأحساد كلهم، كثير من المجموعة. لما نتذكر يقول لك: والله ده قال تتذكر وقال ليه يدخلوا ده وما يدخلون أنا وليه وما ليه، ده ما فيهم الدين ذاته لسه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي أشعث أغبر مغبرة قدماه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. في زول قد يكون ما في زول بيعرفه أصلا، لكن يكون أخلص لله من جميع عباد الله. فالغاية إنه ربنا عز وجل يرحمك أنت، ما الغاية إنك تظهر والناس بعد المحاضرة يسلموا عليك: شيخ فلان شيخ فلان شيخ فلان، ده قد يفتنوك ذاته. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، تفضل يا شباب.